مختلف فيه. لا احنا الاول كتب يعني الشيعيه دي كلها لم تؤلف الا بعد كتب اهل السنه بحوالي 300 سنه. كتاب بلزح مشيخ، كتاب سليم بن قيس، هو اقدم كتاب. اقدم يعني كتاب سليم بن قيس حسب علمي. طيب ولو طلع ان سليم بن قيس اساسا مجهول يبقى السنه هم الاول. لو طلع سليم بن قيس مجهول وعلماء قالوا عنه مجهول، وعلماء قالوا ان الكتاب ليس لسليم بن قيس بل لابان بن ابي عياش وكتبه على سليم بن قيس، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان اساسا عيب ان انا اقول ان كتاب سليم بن قيس هو اقدم كتاب وكتاب بلا اسنان. امال فين كلام الائمه؟ امال فين كتب الائمه؟ وضحت؟ نعم. مين اللي اخويا اسالك في الايه دي سؤال لو عرفت تجاوبه والله العظيم هقوم من مكاني دلوقتي حالا وهقفل البث. نعم. ومش هطلع بث. نعم. تاني. الايه دي في سوره ايه؟ احزاب. الايه اللي بعديها والله ما اذكر لك. لا اتفضل افتح سوره الاحزاب كده. الايه اللي انت بتقراها دي 33. هات السوره، هات الايه 34. والله لو جاوبت على السؤال ده دلوقتي لاسيب الحلقه وامشي واقفلها. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات. أيوة. الآية بتبدأ إيه؟ بحرف إيه؟ واذكرنا. لا الآية بتبدأ الواو. بحرف إيه؟ حرف الواو. وحرف الواو ده إيه في اللغة العربية؟ صلة أو يعني متصل يعني عطف مثلا في الجملة. عطف على ما قبله. عطف. طيب. نعم. والآية تقول إيه؟ واذكرنا، صح؟ يعني معطوف على ما قبلها، صح؟ صح. إيه بقى اللي قبلها؟ شكرا لي، وصلت الإجابة طالما ضحكت. كل الدين من رسول الله انتقل إلينا بواسطة من؟ بواسطة الصحابة. وإذا شككت في الصحابة فإذا الدين لا يوجد، حتى قرآنكم لا يوجد. لماذا؟ لأن قرآنكم مخفي عند الإمام الحجة. أنتوا إذا تستعملون يا قرآن، قرآن الصحابة اللي تقولون كلهم شنو؟ كفار ومرتدين ومنافقين وفسقوا وفجر. دين ما أكو بعد. أنتوا تعلمون ماذا تقولون؟ لما نطق بالحق حطوه تحت الإقامة الجبرية. هم عارفين ما بيعملوا إيه كويس، عايزين يسقطوا الدين، فعشان يسقطوا الدين يطعنوا في اللي نقلوا لنا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين. كل الدين من رسول الله انتقل إلينا بواسطة من؟ بواسطة الصحابة. القرآن يعني ذكر اسمه في القرآن؟ لم يذكر علي بن أبي طالب في القرآن. تفضل. طيب والآية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط ايه؟ هذا صراط علي مستقيم. افتح كده القرآن الكريم وقول لنا في أي سورة كده وقرأ من القرآن الكريم. سورة؟ سورتين. طيب ضريع على الخط. تفضل. لحظة يا شيخي. سورة الحجر. حجر. سورة الحجر. نعم. حجر. هذا صراط علي مستقيم. لا كده قول لي بس قول لي التشكيل اللي موجود عليها. القرآن يعني ذكر اسمه في القرآن؟ لم يذكر علي بن أبي طالب في القرآن. تفضل. بس أصير سني على إيدك، بس جاوبني على سؤال واحد. ناوي تصير سني إن شاء الله. تفضل. لو جاوبتني على سؤالي. لو جاوبتني. بس إذا ما جاوبت أتكلم بصيغة الأنثى ليه؟ تفضل. إيش قد عمر أبو بكر وتزوج أم كلثوم؟ إيش قد عمر أبو بكر لما تزوج أم كلثوم؟ إيه. كان أبو بكر عنده 83 سنة وأم كلثوم عندها 5 سنين، بس ما تمش الزواج. تعرف ليه؟ مو قلت لك أخنث رجل بالعالم أنت، أخنث. عمرك ما جاوبت، يا خامس مرة أتصل عليك وأخنث رجل بالعالم وما تقدر تجاوبني بسؤال واحد. أنت تعرف ليه؟ أنا خامس مرة سألك وما تقدر تجاوبني. طب إيه السؤال الثاني يمكن ما سمعتوش؟ هات أسأله اسمعها. إيش قد عمر أبو بكر عمر وتزوج؟ أيوة كده بقى. أيوة كده قول لي عمر بقى، أنت قلت لي في الأول أبو بكر. العفو. أي والله بس كل كلامك شفت بقى مش أنا اللي خبيث إزاي؟ شفت إن أنت اللي طلعت حمار؟ ضيفان على قناة. شو الدليل انه القرآن مو محرم؟ بعيد عن القرآن وبعيد عن السنة؟ ايه. ما ينفع يستشهد بكتاب الله عز وجل على نفسه، صح كده؟ ايه. طب انت تتخيل كده لو ما انت حضرتك تكتب انت دستور بايدك انت كنفسك، هتظن انه في خلل؟ إيه؟ لو كان انسان قانوني هيطلع افضل منك، صح؟ صح. صح كده؟ لو كان انسان مستشار قانوني هيطلع افضل من قانوني، صح؟ صح.
طب ولو كان رب العالمين هيضل افضل من الخلق كله. طيب الله عز وجل جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانزل معه الدستور، وهذا الدستور سيتحاكم اليه يوم القيامه. هل تعتقد ان الله عز وجل يترك لنا قرانا سيظل الى يوم القيامه من الممكن ان يستطيع احد تحريفه؟ قل لي الدعاء، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، واشهد ان محمد رسول الله. اللهم اني ابرأ اليك من كل من يقول بتحريف القران. اللهم اني ابرأ اليك من كل من يقول بتحريف القران. شو الدليل انه القران السنه مش الشيعه؟